Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد, ودرس اليوم هيكون عن الـ adjectives. Adjectives. Adjectives تعني الصفات. لكن قبل أن نبدأ درس اليوم أريد أن أنوه أن هناك كورس جديد من الصفر لكل من يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية بشكل مرتب ومرقم وبطريقة ممنهجة. هناك كورس جديد على قناة الثانية, اكتب فقط في اليوتيوب القناة الثانية مع مراد ستظهر لك القناة الثانية, ثم ادخل على قائمة التشغيل ستجد الدروس مرقبة ومرتبة. طيب درس اليوم عن الصفات. الكثير من الناس عندهم صفات كثيرة في اللغة الإنجليزية لكن لا يعرفون كيف يستخدمونها, وكثير من الناس يخطئوا في هذا الموضوع بسبب تأثرهم باللغة العربية. المشكلة هنا أن الطالب باللغة العربية لا يلاحظ أنه عندما نتحدث نحن اللغة العربية ونستخدم الصفة فنحن نضع الصفة بعد الاسم أو بعد الموصوف. فنحن نقول هو رجل طويل, هو رجل, رجل اسم وصفته أنه طويل, وصفنا بأنه طويل فوضعنا كلمة طويل بعد الرجل. امرأة جميلة, امرأة هي الاسم وجميلة جاءت بعدها. في اللغة الإنجليزية هذا الموضوع يختلف تماما, فركز معي. أنا اليوم أخذت 10 صفات ووضعتها لكم, ونريد أن نتدرب كيف تضع الصفات أو تستخدم الصفات في اللغة الإنجليزية. الصفة يا سيدي في اللغة الإنجليزية تختلف عن اللغة العربية, فهي تأتي قبل الموصوف. يعني عكس ما كنا نقول رجل طويل tall man, يعني الرجل man وطويل tall, لا تستخدم نفس أسلوب اللغة العربية فتقول man tall, girl أو beautiful يعني woman. أنا مش متعود عليها فلذلك لساني مش بيطاوعني. خلاص انت لو تعودت عليها هتصبح مثلي اوتوماتيكي بشكل لا إرادي, هتضع الصفة قبل الموصوف. واحد يقول عد لي الموضوع باختصار. باختصار الصفة باللغة الإنجليزية وفي اللغة الإنجليزية توضع قبل الاسم, توضع قبل الموصوف, وليس كما في اللغة العربية توضع بعد الاسم أو بعد الموصوف. ولذلك سنقرأ هذه العشر الصفات. عندنا الـ adjectives, adjectives يعني الصفات. عندنا الصفة تقريبا وعكسها. الكلمة الأولى pretty, p, p, p. اخرج هواء p, pretty جميلة, نفس كلمة beautiful, beautiful ممكن تقول pretty أو beautiful. pretty عكسها ugly, ugly, ugly قبيح أو قبيحة. pretty ugly, pretty ugly. وعندنا أيضا صفة huge, huge يعني أكبر من كلمة big, big كبير لكن huge ضخم, huge, huge. ركز على الجيم في الأخير, huge, huge يعني ضخم, ضخم واسع كبير جدا. أما عكسها tiny, ال huge كبير يعني ضخم واسع, وعكسه tiny اللي هي الصغير جدا يعني صغير جدا. عندنا stingy بخيل, stingy, stingy, stingy يعني بخيل. generous, generous, generous كريم وسخي. generous, stingy, generous. وعندنا كلمة kind, kind لطيف, لطيف. طبعا kind لها معنى آخر وهو بمعنى نوع, تسمعون في الأسئلة what kind ما نوع, لكن هنا كصفة, كصفة تستخدم لطيف. he is kind نقول هو لطيف. mean صراحة يمكن من أكثر الصفات السيئة اللي ممكن تستخدمها أو يعني توجهها لشخص. صحيح أن أيضا mean كفعل, كفعل تعني يعني, فلذلك تسمع what do you mean, what do you mean ماذا تعني, أو what is the meaning ما هو معنى. لكن هنا كصفة, كصفة معناتها حقير ودنيء, تمام, حقير ودنيء, تمام. فلذلك بعض الطلاب يقول هذا اللي يخربطني في الكلمات, إنه الكلمة لها أكثر من معنى. يا سيدي نفس اللغة العربية, لا تدخل في هذا الباب. اللغة العربية كلمات كثيرة لها
معنى كفعل كاسم كصفة ونفس الطريقة اللغة الإنجليزية. إذن kind kind لطيف, mean حقير ودنيء, smart smart ذكي, smart fool fool أو stupid. يعني عندنا smart لها بديل, يعني ممكن تقول clever clever, وعندنا genius ولكن عبقري. fool stupid يعني هذه أيضا طريقة أخرى. طيب نحن نريد أن نستخدم هذه الصفات بكل بساطة, كما يعني نبهتك وشرحت لك, ضعها قبل الاسم. يعني أنا أريد أن أشرح لك, أنت الآن عندك صفات, حفظت هذه الصفات وغيرها, تريد أن تستخدمها. معك طريقتين لاستخدام الصفات, معك طريقتين. إما أن تقول مثلا You are pretty, أنت تقول مثلا لأحد لوحدة أنت جميلة, You are pretty, You are pretty, أنت جميلة. استخدمنا الصفة pretty هنا, أنت جميلة. You are a pretty girl, You are a pretty girl, هنا اسم, هذا noun اسم. جاءت الصفة وهذه adjective, هذه هي الصفة pretty, جاءت الصفة قبل الاسم. ركز كما أخبرتك أنه في اللغة العربية نضع الصفة بعدها. يعني لو أنت ترجمتها, وهذا ما يخطئ فيه كثير من الطلاب, نحن نقول You are girl pretty, فتاة جميلة, وهذا يخطئ فيه الكثير من الناس. فلذلك هذا الفيديو مهم جدا لك, وارسله لأي أحد يعز عليك, لأنه الخطأ هذا بسمعه بشكل كثير متأثرين بلغتهم العربية. You are a pretty girl. والذي يسألني طيب الآ هذه هي تبع ماذا؟ يعني أنت هنا لم تكتب الآ, You are pretty, معروف أن الصفة هذه الصفات كلها لا نضع لا آ ولا آن ولا ذا, هذه الأدوات اللي يسموها أدوات التعريف أو أدوات النكرة. لكن هنا وضعتها بسبب وجود الاسم, لأن الآ والآن والذا توضع قبل الأسماء. واحد يقول طيب جميل, هل الآ هذه تتأثر بالاسم؟ متى نضع آ وآن؟ هي إذا كان لا يوجد صفة فتتأثر بالحرف الأول من الاسم, إذا كان يوجد صفة فتتحول تتأثر بوجود الحرف الأول من الصفة. فهذه الحرف P, a pretty girl, مش موضوعنا الآ والآن, مش موضوعنا. طيب المثال الثاني, it is huge, it is huge, وهنا أنت تقصد بالإت هذه وجدت يعني بيت, منزل, صخرة, أي شيء, فتقول واو it is huge, والإت تعود على الشيء الغير عاقل سواء حيوان أو جماد. أنت بتشوفه تقول واو it is huge, شفت مثلا كامل جمل, فتريد أن تقول أنه ضخم, it is huge. فالإت بدل ما تقول the camel is huge قلت it وتقصد بها أنت الجمل. وجدت صخرة أو حجرة أو بناية أو أي شيء, فبدل ما تقول the building البناية is huge, ممكن تقول it is huge. طيب تعال نستخدم huge قبل الاسم كما أخبرتك, it is a huge stone, إنها حجر ضخمة, حجر كبيرة ضخمة جدا, it is a huge stone. أيضا قد تصف شخص بأنه لطيف فتقول he is kind, he is kind, هو لطيف, هو لطيف. لكن إذا استخدمناها مع اسم تأتي قبله وليس بعده, وهذا ما أخبرتكم فيه أنه كثير من الطلاب يقول هو رجل لطيف فيقول he is mankind, رجل لطيف, رجل لطيف, شوف متأثر باللغة العربية. هذا ما لا أريدك أن تقع فيه, دائما عود نفسك تضع الصفة قبل الموصوف, هذا الموصوف اللي هو الاسم, هذا الموصوف, هذا الموصوف, هذا الموصوف. فالصفة كاين جاءت قبل الاسم, الصفة هيو جاءت قبل الاسم, الصفة بريتي جاءت قبل الاسم جير, فتقول he is a kind man, هو رجل لطيف. هذا درس اليوم بكل بساطة وهو أمر بسيط جدا, ولكن from now on من الآن وصاعدا أريدك أنك أنت كل ما تحصل على كلمة اسأل ما هذه الكلمة, فعرفت أنها صفة. يعني أخذت مثلا صفة يعني مثلا magnificent أو مثلا marvelous أو مثلا صفة stubborn عنيد أو صفة مثلا shy خجول, هذه الصفات تريد أن تستخدمها, خلاص ممكن تستخدمها مع الفاعل you are, he is, she is, they are, محمد is, عبد الرحمن is, Jim is, وضع الصفة اللي هي shy, stubborn, تمام؟ أو إنك تضع هذه الصفات اللي ذكرناها قبل الاسم,
He is a stubborn student. إنه طالب عنيد. She is a shy woman. إنها امرأة خجولة. وعلى هذا الحال أريدك أن تكتب لي في التعليقات يعني مجموعة من الأمثلة على الصفة اللي أخذناها اليوم، سواء العشر هذه أو اللي ذكرتها في المونتاج. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. اضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، شارك الفيديو مع غيرك. Good luck. حظا وفقا. أن سي يو سون. أراكم قريبا مع سلامة الله.